تعليقاتك إلى المحاكمة بكرة. بسم الله الرحمن الرحيم. والله اللي أنا شايفه عادي، غلبان على قد حالي. رايح النهارده كان ليا موضوع في نيابة الأزبكية، لما اروح على القسم كده وانا القسم كله في الشارع والنيابه الناس على السلم وعلى الطرقه وكله يعني ايه زي ما يكون حال التاهب، زي ما يكون يعني ايه واقفين على الحدود بيننا وبين اسرائيل. على ايه ده كله؟ مش عارف. انا كمواطن عايز اعرف الدكتور مرسي كان فين وهيجيبوه منين. ده رقم واحد. انا كمواطن مصري، لان في رئيس قبل كده مخلوع وعرفنا راح شرم الشيخ في فيلة اسمه ايه، حسين سالم رجل الاعمال. انا رئيس الدولة ما اعرفش هو ودوه فين. كمواطن مصري اعرف الاول كان فين قبل ما يقول رايح المحكمة او وديناه المحكمة جايبه منين. توقعاتك ممكن يحصل فيه عنف بكرة؟ عنف منين يعني؟ عنف منين اما لا مؤاخذة فيه مصفحات ودبابات وطيران اباتشو وفي الداخليه قوه لا اله الا الله بقى فوق الجميع ده كله في شغل الملك فوق لسه. بس احنا هينزل على الارض بقى بكره. شفنا عمليات شغل ربنا هينزل بكره على الارض. زي ايه؟ متوقع ايه اللي يحصل؟ والله متوقع ايه؟ عادي، يوم عادي. ليه هم عاملين قلق للشعب وليه عاملين قلق لنفسيهم؟ جيش وشرطه ليه؟ ليه قلقين المواطنين؟ انا كل يوم بخرج وباجي وبروح البيت واروح واقعد على كافيتيريا وموظف سابق البنك المركزي بروح البنك واجي. ايه القلق اللي انا فيه؟ عايز افهم انا ايه القلق ده كله؟ وبنحارب الارهاب وعايز سياحه ترويني منين؟ منين بحارب الارهاب ومنين عايز سلاح؟ والنهارده جميع المذيعين في التلفزيون في جميع القنوات الجماعه التكفيريه الجماعة المسلحة، وكنا ما حدش يكفر حد يقول علينا كفرة. ترويني النني تمنني ترنويني يا اني ما اقولهمش الا كده. ليه؟ ما نتقي الله في البلد، نتقي الله في مصر وشعب مصر والشباب. مش كون النهارده هطرس الاهلي تنظيم اخواني، جميع الجماعات تنظيم اخواني. انا اقول ايه كمواطن؟ ده الراجل الريفي النهارده بيتكلم بيعلق بيقول لك هي كلها بقت تنظيم بقى شعب واخوان. ما ينفعش. انت في منطقه وانا في منطقه وكل واحد في منطقه بيشوف مصريات فرنسا في لندن هنا وهنا كل ده. هنقول عليهم اخوانيين كمان فرنسا باريس يوم الجمعه تحت برج ايفن كل دوت كفضائيات. فين القنوات اللي كانت بتتكلم سنه كامله يبث قبليها بساعه الناس اللي رايحه الاتحاديه والناس اللي رايحه لوزاره الدفاع؟ النهارده فين الكلام ده من قنوات الخراب؟ اتقوا الله في البلد، اتقوا الله في البلد يا قنوات الخراب. رقم واحد انا شايفها كلها قنوات مغيبه. ما ينفعش مواطنين النهارده بتضحك عليهم والعالم بره ما بيحترمناش اللي بنسمعه. حتى المحاورين اللي بيجيبوهم حاجه تضحك، والله حاجه تضحك وحاجه تحزن.